تفهم. موجز الأخبار من إذاعة الحياة تفهم، أهلا بكم. البداية بشأن الصحي، كشفت منظمة الصحة العالمية عن أن قرابة 5 مليارات شخص حول العالم ما زالوا غير محميين مما يعرف بالدهون المتحولة أو غير المشبعة، وبما يزيد عن إصابات أمراض القلب والوفاة. وحذرت المنظمة في تقرير نشرته اليوم من أن حوالي 500 ألف حالة وفاة مبكرة سنويا بسبب الأمراض الناتجة في القلب تحدث سنويا على مستوى العالم بسبب تناول هذه الدهون. على مستوى وطني، توقع المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي محرز الغنوشي عودة التقلبات الجوية بداية من يوم غد الأربعاء مع انخفاض درجات الحرارة بصفة ملحوظة خلال نهاية الأسبوع. ووفق فيديو أورده المعهد الوطني للرصد الجوي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، تشير التوقعات إلى عودة التساقطات الثلجية بالمرتفعات الغربية، إضافة إلى نزول كميات من الأمطار المتفرقة والتي تتواصل خلال نهاية الأسبوع وأدنى من المعدلات العادية لشهر جانفيو، تتراوح درجة الحرارة بين 5 درجات و12 درجة وتصل إلى 14 درجة بعدد من ولايات الوسط الشرقي والقيروان. الدورة الثانية للانتخابات التشريعية 29 جانفي 2023. أعلنت كل من وزارة التربية والتشغيل والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ مشترك لهما أنه تقرر تمتيع التلاميذ والمتكونين والطلبة من عطلة استثنائية يوم السبت القادم. في أخبار العالم، دعا رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون إلى انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو، منتقدا ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية بسبب ما أسماه بصفقة فشلة. نهاية الموجز الإخباري، قدمته لكم سوار بن حميدة. لأكثر تفاصيل زوروا الصفحة الرسمية الحياة فهم على الفيسبوك.